السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الكرام، تحياتي لكم أينما كنتم. دابا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم بغينا نولعكم معنا، كاينين اليوم في عين شقاق في المباشر إن شاء الله غنوريكم الخيول، نوريكم الناس مربيين الخيول وغتعيشوا معنا. تحياتي لك أخويا حريرة، في المباشر غتعيشوا معنا الأجواء ديال عين شقاق. وعين شقاق أخوتي جات ما بين، تحياتي لك أولدي، ها هو العود ديال الفحصي هذاك، تحياتي للمقدم ديالكم مباشر خويا بخير مزيان، تحياتي لكم. المهم ان شاء الله غتعيشوا معنا في عين شقاق هاد النهار وغادي تشوفوا شي الحوايج، غنوريكم مالي الخيل مربي الخيول والدراري اللي كيتولعوا، غتشوفوا معنا كل شيء ان شاء الله، غتشوفوا التبوريده في العشيه. يلاه معنا، مرحبا بكم. هنايا الدراري كيغسلوا الخيول وعاطينهم هنا، ماشي غير هاد البلاصه، في اي بلاصه كاينين حتى الديور. تبارك الله على السلامة عليك خويا، سلامتي خويا عزيز بني سدم. الله يحفظك اخويا، تبارك الله عليك، تحياتي لك اخويا، الله يحفظك. هانتوما كتشوفوا معنا الدراري كيغسلوا الخيول، ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعيشكم الاجواء كيف بحال اللي راكم حاضرين في عين المكان. كيغسلوا في اي بلاصه، حتى في الدروبه كيعطيهم الناس التيويات. مرحبا خويا، مرحبا، تحياتي لك، تحياتي لك، مرحبا. قلت لكم الاخوان كيغسلوا الناس، كيعطيهم التيويات من الديور، وكاينه معامله زوينه والحمد لله. راكم كتعرفوا المغاربه خوتنا كلهم كرام. شوفوا هذا الغزيون كيتفرج فيا، تحياتي لك. شنو سميتك؟ عبد العالي. وطلعت لي عبد العالي، كتسكن هنا؟ تحياتي لك اولدي، كتقرا؟ مزيان؟ مزيان. شمن نيفو عندك الدراسة؟ سادس. تحياتي لك، هذا راه عبد العالي السمية العزيزة، وتحياتي لوالديه اللي رباوه. مرحبا بكم، الله يسخر الجميع. يلا معايا الإخوان. السلام عليكم. السلام عليكم. السي عبد العالي، كيداير اخويا؟ تحياتي لك اخويا، مزيان. يحفظك السي عبد العالي. تبارك الله، ما شاء الله، الله يسخر، الله يسخر. تبارك الله، تبارك الله. هذا العود ديال المقدم ياك؟ اه، ديال طارق فحصي. هذا ديال طارق فحصي، هذا هو اللي كان خدام عند العربي طويبه، الله يبارك. هانتوما كتشوفوا الاخوان، ما شاء الله. شوف تبارك الله العود كيداير، دور على العود شوف. كاين جمال وكاين شله زين، الله يسخر له. الكوبا تاع عبد العالي. يا خويا انا عارف العود، شوف دابا انتم العود شريتوه، الله يسخر لكم الركوب والنضا. النضا وكاينين شي وحدين كيبقاو يهضروا تابعينه من نهار اللي تباع وما تابعينه هكذا تراري الهضره الخاويه. الحمد لله في المستوى. انتم سمعوا ماليش كيقولوا، مالي العود تيقول لك عود في المستوى، احنا تفرجنا فيه عود ناضي ما كاينش المزاح. الله يسخر خويا طارق والله يسخر الحاج الفحصي. تبارك الله ما شاء الله، شوف العود تبارك الله. الله يسخر لكم ولدي، الله يسخر لكم. الله يسخر لكم. يسخر لكم. مرحبا وزيد قدام، فين هو الحاج؟ مازال ما جاش. مازال ما جاش، حنا بلاتي وغنجيو نشوفوا الحاج. مرحبا خويا عبد العالي، مرحبا. كلشي ديالك اخويا. الله يحفظك خويا، كي داير؟ انت الدراري جايبين الخيول تبارك الله. هاد غسلوا لهم، الله يسخر لهم. كي داير اخويا؟ اهلا خويا. صباح مهدي. صباح رباح. تحياتي خويا مهدي. الله يسخر لكم. تبارك الله. زيد زيد. السلام عليكم. تبارك الله اخويا مهدي. صباح رباح، تحياتي لكم. هذا الدراري ديال المهايا اخوتي ديال ماريا، وتحياتي وليدات ماريا. هذا راه الجواد وصاحبي عشيري، الله يعمرها دار. قول لي كي جاك الموسم، كي جاك هنايا الاجواء ديال عين شقاق؟ المهرجان زوين وكل شيء زوين، الناس تيرحبوا بينا وداك الشيء زوين. تبارك الله. ايوا النظام البارود اللي شويه ناقص. بحال اش؟ ما تيفرقوش علينا البارود في الخزاين، وخصك تمشي تشد النوبه ارقام. كاين اللي تيجي رقم 23 تيدخل قدام واحد، شي تيدخل قدام شي، ما تيبقاش النظام هو النظام. مناقش شويه من ناحيه تم كيتسرب صافي. اللي عمر كيدخل المحرك حتى يطلع يضرب، ما يبقاش يسين النوبه، وخا تكون عنده رقم 30 كيطلع صافي عمر خصو. يعني ما كيسمعش من ذاك المذيع اللي كيعطيه الاشاره. لا، تا بالنسبه لمولي البارود، مولي البارود اللي خصهم دابا بحال دابا المقدمين كي كيديروا في مواسم اخرين، راه الناس تترحب بينا والناس كلهم زعما كاينه العمر سلعه. هو من ناحيه النظام ديال البارود بحال دابا المقدمين يديروا معاهم اجتماع الصباح مع الدخول، هاك ها اللي يكفيك ديال البارود صافي، بقاو نعمرو حنا هنا. تتمشي على الاقل كتشد ساعه ولا ساعه ونص، راك عارف النظام ديال السروب هذا كيدخل الاخر كيدخل.
كترون كترون ماشي كان البارد عندك داكشي التنظيم تعمر على خاطرك بزاف صافك معك هذاك اللي كيكون بحال دابا عنده النوبه ديالو واحد اخر ما عندوش النوبه وقابلو البلاصه تدخل كيعمر وعيطلع في المطرح ما يبقاش يساينك انت هي تاجي انت هي صافي هو عمار صافي خصو يطلع هذا هو اللي كاين اخوتي زعما الا كانت شي محاوله انتوما راكم كديروا جهدكم ولكن خص هاد الشخصيه ديالكم انتوما سمعتوا الاخوان انا ماشي تنقول هذا الهضره هما تيقولوا قال لك كلشي زوين ولكن النظام في تعمار البارود انتوما سمعتوا كلشي يعني عطاوهم البارود في الخزائن كل واحد عطاوه قياسه يعمر يردف معاه الدراري ديالو ويدخل يتسنى غير العيطه النوبه ديالو وصافي يسمع غير النمره ديالو ان شاء الله ها ويكون داكشي ميسر ان شاء الله زوين ما يكون الخير ان شاء الله تحياتي لك اخويا على بركه الله كي داير اخويا الله يحفظكم وتحياتي لكم اخوتي يلا تبعوا معنا ان شاء الله الاخوان تحياتي لك اخويا تحياتي لكم هذا بغيت نوريكم هذا العود ديال الحاج العربي بن خدا هو عندنا هنا كاين في عين شقاق وراه في الملكيه ديال خويا محمد كيعيش في المانيا وتحياتي لخويا محمد وتحياتي للمقدم حسن ديال بني سادن راه مع هاد العود هذا ها هو تبارك الله هذا هو ديال العربي بن خدا هانتوما خوتي شوفوا تبارك الله على رزق مولانا وتحياتي للناس ديال خريبكا وتحياتي للناس ديال واتزم ها هو هذا دابا راه في الملكيه ديال خويا محمد وتحياتي للناس اللي كيعيشوا في المانيا وفي اوروبا كامله دور على العود شو العود كيداير تبارك الله هذا هو اللي كان كيركب عليه الحاج العربي وراه تلاقينا مع الحاج العربي في الميزات ارسال تبارك الله كاين سهالة وعود زوين في الركوب أخوتي وخونا محمد يستاهلو راجل طيب وغزال ومرضي الوالدين وكيخاف الله غادي نوريكم واحد العود واحد اخر اخويا حسن انا جاي صباح رباح تبارك الله هذا ديال خوك كريم ديال خوك كريم خو محمد وتحياتي لي هذا راه مازال غير باعي اخوتي مازال غير باعي تبارك الله ما شاء الله الله يتاوي خوتو تا هو في المانيا خويا كريم نوريكم واحد ديال خويا مصطفى مصطفى كلاب قدم حسان وهذا الزرق راني تنبيعو اخوتي ها هو هذا عندي هذا الزرق هذا اللي بغا يتصل بيا مرحبا هذا الزرق هذا ها هو هذا ديال خونا مصطفى تحياتي خويا مصطفى ما عايش كاك حتى لالمانيا تحياتي لك اخويا مصطفى ها العود ديالك ها ها هو شوف المقدم حسن قاز قبلته ها دور دور عند المقدم حسن تحياتي تبارك الله المقدم حسن الله يبارك فيك تحياتي لك ابا حسن ها انتم ها المقدم حسن وتحياتي لك الله يبارك فيك الله يحفظك الله يسترك كي داير با حسن ماشي مزيان هذا اليد اليمنى ديال با حسن تحياتي ليه الله يحفظ ليك ولدو زوين الله يعمر هاد الله يحفظك ها معاك عبد العالي مصطفى هو مول العود معاك الله يحفظك كي دايرين مزيانين كي جاكم الجواب با حسن والله يسخر لكم الله يسخر لكم انت الشيء هذا ولدكم ديال خونا مصطفى الله هذا تبارك الله هذا تا هو راه كان ديالي هذا حسن تبارك الله هذا سليماني مازال اخوتي يلاه جاي في الجموع يلاه خمس سنين تبارك الله الوريقات وكلشي الله يبارك هذا ديال خويا كريم تحياتي لخويا كريم كريم راه معروف اخوتي راه ولد حسن المقدم ديال بني سادن هذا ديال خويا فريد هذا هو اللي بعث له الله يسخر له هذا هو الغريب تادل اخوتي اخويا فريد راه كاين في المانيا حتى هو الله يسخر له هذا العود ديالو الله يسخر له راه خوه كيركب عليه تبارك الله هو هذا العود اللي كنت بعته اخوتي اللي كنت درت واحد الفيديو الا كنتو شوف وصورت هذا العود هذا في الفيديو واتصل بيا من المانيا وبعته له الله يسخر له تبارك الله كاين الجمال وكاين الركوب وكاين الغلط وكاين الماده الله يسخر المواليد يلا الله يبارك سميتك زكريا تبارك الله سي زكريا وانت محمد تبارك الله سي محمد كيعجبوكم الخيول هذا الشيء تبارك الله كتقرا ولا ضروري القرايه ياك القرايه حيت كاين دراري تبارك الله بحالكم كيكونوا قرايه وخدمه ماشي عيب ها تبارك الله عليك سي زكريا كي كيجاوك الخيول اخويا كي جاك هذا الشيء
كل شيء زوين تبارك الله، كل شيء زوين. انت ولد المنطقه؟ ولد عين شقاق. ولد عين شقاق تبارك الله. ولد اخويا اسمه؟ ست انا ولد عين شقاق. ولد عمي. ولد عمك؟ لا انا عمه. ها؟ عمي انا. انت عمه وهو زعر وانت اسمر. ها توا خوتي هذا شكون دابا هو عمك؟ دابا هذا عم هذا شفت تبارك الله، هذا زعاعر وهذا سميمر ما شاء الله الله يسخر. تهلا في عمك وتهلا انت في ولد خوك ضروري. وتحياتي لكم، مرحبا بكم. ما قلتوليش الجو كي جاكم قولوا لي. الجو كلشي. خيول كتحبوا الخيول؟ ضروري كون كانوا كنحبهم حتى انا ما نجيبش. مرحبا بكم تحياتي لكم. يلا تهلا حبيبي. هانتوما خوتي شوفوا تبارك الله الخيول ما شاء الله الله يبارك. هذا ديال المقدم صاحبنا سب السماره تحياتي ليه. هذا راه غير البارح ركبت مع هذا المقدم الله يبارك. كنطلع مع الصربه هذه وكنطلع مع هذه الصربه حيت انا بحكم الدراري كلهم تيعرفوني وكيبغوني الله يجازيهم بخير. يعني كنطلع مع هذا المقدم وكنطلع مع هذا المقدم غير نعمر الكحله كنطلع مع ما بغيت. تحياتي لكم. هادي تشوف اولا 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 عوتال. ها هو هذا اخوتي شوفوا هذا العود واش تعقلوا عليه. ها هو تبارك الله هذا الزرق الله اللي عقل عليه كتبها لي في الكومنتار. هذا العود الزرق هو هذا المقدم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف شوف خويا بارك الله ما شاء الله. زيد اخويا زيد السلام عليكم. وصباح رباح. الله ينقذ كي داير ودي لا ما نسيت. انا سير هذا انا الوالد دابا اخويا الميساج شفت لي شي ميساج ما فراسيش. هذا الراجل هذا راجل طيب ودخلنا للدار ديالو كريم والله يعمرها دار وبلي شكرا لكم بلي بالخيول ديال بصح هذا عند البليه. شكرا الاصدقاء والمتابعين ديالك المتابعين ديالك. الله يخليك واحد راجل طيب وكنحبوك وكنحبوك المتابعين ديالك الجميع. الله يخليك وليدي القلب ماشي باب اللسان. احنا عارفين شوف دابا قبيله وحده حنا دابا غير شنو هو اللي تيلاقينا لقونا الخيول والمحبه الله سبحانه وتعالى. شي ما كيعطي شي ولكن داك الحب ما عند الله تيجي. واش دابا انت انا كنعطيك ولا كتعطيني ولا هذا كيعطي لهذا؟ الله اللي تيعطي للجميع. شوف هاد الناس كنت تستدعيهم بالقوه ما يجيوش يتجمعوا. واحد من حيانه واحد من الجامع مشراقه عين الشقف كلهم اللي كيجيو كيجمعهم هاد الهوايه. هاد الهوايه ديال الفرصه. بلا تليفون بلا تليفون بلا كيجيو لراسهم. كتجيبوا المحبه ديال الحي. محبة الخير هي اللي كتجي. الحمد لله الحمد على هادشي هذا. الحمد لله. اللهم لك الحمد ونطلبوا ربي يعاود الوراثة ديالنا يتبعوا هادشي اللي كتجي. شي ديال الخيل راه شي حاجة كبيرة. الحمد لله. حنا صغار كنشوفوا والدينا عندهم الخيل. النهار اللي كبرنا عاود بلاصينا. نطلبوا ربي يعاود وليداتنا يتبعونا. إن شاء الله ما يتركوش هاد الفرص. ما يتركوش إن شاء الله. بيكون غير خير إن شاء الله. لا الخير راه شي حاجة كبيرة. نعم راه الخير شنو هو معناته الخير الخير. عندك الخير في الدار. الخير إلى يوم الى يوم القيامة. الى يوم القيامة. هذه راه الانسان ما يحيدهاش من الدار ديالو. والدار اللي فيها العيب اللي كيحنحن كيذهب الشيطان على 40 جار. سبحان الله. 40 جار الجوار ما يدوش عندهم الشيطان ديك السهلة ديالها. سبحان الله. الدار اللي فيها فيها البركة. سمعت الاخوان هذه الكلمة اللي قالها هذا الوالد قال لك العود العود بحال اللي قاطعتك زيد اسمح لي. قال لك هاد الوالد سمعوا الكلمه اللي قال على تحنحينه العود قول لهم الله يرحم والديك. ملي كيسهل كيقولوا صايره هي حنا كنقولوا تحنحينه. ملي كيحنحن 40 دار الجوار كيذهب منها ابليس ما يبقاش سماك. هذا كلام ديال جدودنا القدام. والعود كله خير في الدار كله خير ولله الحمد لله الحمد لله. باش العود دابا مسكين ملي كيكون واقف كتلقاه كيهز الحفر ديالو من طول الفجر الا العصر كيدعي المولى الخير. من العصر ليه كيولي عاد كيطلب من راسو عاد يدعي على راسو. شو على بركه ربي عطي له هاد الخير. سبحان الله شو سبحان الله هادشي كبير. ورزقو كيجي كيحضر رزقو رزقو ما تبغيش واحد انا كنخدم احنا سالقين انا والله الا ترك لك السيبه كلشي نخلي العين. سبحان الله ما نقدرش نفرق نبيع البقره نبيع النعجه نبيع نخلي العود ما نبيعوش.
وردتو على الوالدين والنصر كيعرفونا ولله الحمد. وردتو على الوالدين وان شاء الله نخليه الولاد الا بعد نشري. راكم انتم تبارك الله بيش راكم كتعرفوه. لا شحال من مره انا اتصلت بيا الا بعتي ولا شي حاجه كتتصل كتقول لي خصني نعاود ولا تقول لي هذه بعت وشريت. نعم الحمد لله. ما نقدرش ندوز وكان خطرة كندير جوج بحال نخرج واحد شي واحد مره شنو وقع له. نعم الاخوان الصرفه ديال خونا عزيز سبع روادي ديال عين الله الله يبارك. غادي نوريكم بعدا القمري اللي كيمشي مشي اندلسيه. هو هذا ها هو وهذا عنده واحد مشيه سبيسيال الله يبارك. ما شاء الله اخوتي هذا العود ما شاء الله والله ما عندهم مشيه. ما غاديش نفضلوا على الخيول كاملين ولكن عندهم مشيه سبيسيال تيكون مركوب. غنفكركم نقول لكم ها هو ديال خونا عزيز سبع روادي القمري تيكون مركوب. تشوف فيه شي ركوب ما شاء الله اخوتي حق الله العادي. الله يسخر المولاه الله يسخر المولاه. وصباح رباح اكيد يا اخوتي مزيان. اجيتي العود المقدم الله يبارك. هذا راه العود المقدم ديال خويا عزيز. تحياتي لخونا عزيز. كاين الجمال وكاين القدار وكاين الشوفه وكاين كلشي الله يسخر له. تحياتي ليه راه يقبل كان معايا خويا عزيز. ها تبارك الله ما شاء الله الله يبارك. شوف العود تبارك الله. اجي مع العود وزور على العود وتشوف باش نبينوا المشاهدين الجماليه ديال الخيول تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. كاين السهله وكاين كل شيء الله يبارك تبارك الله. واخويا انا جاي خليكم عكاك خليكم تبارك الله تبارك الله. هذا تا هو مزرق ديال واحد الدري صاحبي هذا ديال خويا الله يسخر له. اخويا انا جاي الخيول غنمتعكم ان شاء الله. وي شوف تبارك الله الخيول اللي يضرب على ليه اسيدي عزي. اهلا يوسف مرحبا. هذا اخويا يوسف مرحبا. راه خو عزيز المقدم عزيز ديال سبع روادي هذا خو يوسف كبير الله يسخر به ويخلي له صحته ويخلي لهم ذاك الوالد ديالو. مرحبا تفضل. زيد اخويا زيد الله يسخر بك. اخويا الكبير هذا السلام عليكم يجي كيزورنا ويشرف الله يحفظك. مرحبا بكم اخويا. الله يرحب بك جينا اخويا يوسف. اخويا الشباب صباح رباح تحياتي لكم. دابا اش كيديروا كيحاولوا يديروا تدريبات هكا قبل ما يطلعوا. دابا هذا الشيء اخويا يوسف كتعطيهم التعليمات ضروري. اييه ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يكونوا على بال في الركوب. ان شاء الله داك الشيء اللي كنديروا باش كيكونوا مستعدين وكيكونوا متفاهمين. نعم. الا تفاهموا حتى هنا. نعم. حتى فاش كيكونوا في المطرح كيتفاهموا. تبارك الله تبارك الله. طلعه انما ماشي شي واحد طلع مكحله ولا اخر مبطوطه. هذا الشيء اللي كيتقاتل مع الجام ولا نعم. هنا كيترينيو مزيان باش ملي كيطلعوا ان شاء الله من تحت السيرات كيكونوا مرحبا مرحبا. عطينا شي اشاره اخويا يوسف. مرحبا اخويا زيد اسيدي تفضل يلاه ديروا شي طلعه تكون زوينه. اجي صور لي المقدمه هو كبرتو مزيان. سي محمد الادريسي تحياتي ليك. هو اللي دابا سايق بهم. هو اللي سايق بهم سي محمد الادريسي هو هذا المقدم تحياتي ليك. زيد ايمن اليوم. ايمن تبارك الله عليك. اسماعيل ودخلت تعز المقدم. تبارك الله على السي اسماعيل الغزال. منعم زروال. منعم زروال تحياتي ليك. وسوالف محمد. وسوالف محمد. الشافع. ويا 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 تبارك الله. دخول المقدم هذا. دخول المقدم. سيف الدين بوردي. تبارك الله. قولوا لي كتقراوا بعدا؟ القرايه هي الاولى. الركوب كيبقى غير هوايه. ياك اخوتي. تحية لكم عبد العال. الركوب راه غير هوايه. راه غير هوايه كما قلت لكم قبيله. يعني القرايه هي اهم شيء. الا قريتي مزيان وصلتي لواحد المنصب عالي غيكون عندك خيول وتكون كدعم الصرب وتكون واحد الانسان متوفق في حياتك فهمتي. يعني انسان تيقولوا قاري وكي عنده الخيل مستوى زويون. ماشي هي الدري ما كاين لا قرايه بلاوطه والبليه وداك الشيء ما خدام. خوتي دابا شي لهما. مرحبا تفضلوا. مرحبا يلا التحيه الاردوس بلاتي شاور على الخيط. الله يرضي عليك. بلاتي عليك. ارفع صوتك المقدم الله يرحم والديك. عود شويه. بلاتي عليك. عاد واحد تحيه. الله
برافو عليكم، برافو عليكم. السياسي عبد علي الله يحفظك. كنلعبوا على هكا باش تكون الامور مقاده ويكونوا الكاحل يعني متقادين باش الطلعه كتكون زوينه. كيترينيو هنا انا من هنا كياخذوا التعليمات. التعليمات دابا غضربوا لنا بالقرص ياك. مرحبا، تحياتي لك السي يوسف، كنشكركم اللي كتربيو لنا هاد الاجيال، وانت كتسمح في الشغل ديالك ومسائلك، راه كنعرف كل شيء، وكتجي وكتهز وتحط، وكنشكرك بزاف اخويا يوسف. ولا لا اختك اخويا يوسف، كنشكر الدراري ديال عين الله كاملين واحد واحد. يلا نقدم غادي لنا شي قرصه ان شاء الله. قرصه تكون شي طلعه زينه. مرحبا. بلاتي فرامات وكحل. وحده وحده. اي شد شد كحل احفي وكحل. برافو عليكم، تحياتي لكم. هانتوما الاخوان الشباب، شكرا اخويا عبد العالي بزاف. هادو راس الله يحفظك اخويا، اللي كتسهل على هاد الامور وكتشجع وكتساعد. الله يفتح عليك، الله يخليك وليداتك، وكنشكرك بزاف بزاف. وهادشي اخويا يوسف كنديروه بحيث كنحبوه وكنحبوا الناس، والناس ولاو كيحبونا ما نقدروش نجلسوا. حنا تنصيرو بجيابنا ومشاو للمواسم وكذا، وكنصيرو وراه الدليل كيبان حتى في المشاهده. شحال دابا في فيديو كتعرف شحال صور وشو شحال انا مصير. هادشي كله على قبلكم نتوما وعلى المشاهدين ديالنا. الحمد لله، حنا الحمد لله راه كتعرفنا، كتعرفوا التراث وكل شيء ديال البلاد. انت دابا خويا ما خافيش عليك انا وما خافيش عليا انت، كتعرفني انا برزقي وخدام على راسي مع المهم. الحمد لله والشكر لله. انا كندير هذا المجهود حيت كنحب مولي الخير، وكنركب تاني، وكنحب اللي كيربيو الخير، وكنحبوا الناس اللي كيتفرجوا في الخير. هذا هو اللي كاين اخويا يوسف. ربي اللي يجازيك اخويا الله يحفظك ويجزيك. تانتوما كنشكركم بزاف. وي عبد العالي تكلسوا تغداو معنا. شوف هذا ومرحبا، والخزانه ديالكم. شوف هذه الخزانه ديالك اخويا يوسف، انت وخوك عزيز راه بحال اللي ديالنا. ربي اللي يعاونك. انا شوف اللي جا معك اخويا عبد العالي. انا شوف طاقم التصوير ديالك لي اختك اخويا يوسف، كنشكرك بزاف. الله يرحمك الوالدين. تشوفوا ونمشي ندير لوحدين اخرين عاوتاني شي شويه. مرحبا ان شاء الله، ان شاء الله. الله يحفظك السي عبد العالي. غنقدم لك الاخ مراد، هو اخويا هو اللي كيسهر على التنظيم ديال السروجه وداك الشيء. الا كانت شي حاجه ناقصه، شي حاجه مقطعه، شي ما نعرف بحال هكا، يعني كاين الشاب هو اللي كيقاد كل شيء. كيقاد كل شيء. تحياتي لك اخويا. شي حاجه ناقصه كنشكرك السي مراد، والله العظيم الا بحالك انت لا قلال، كتلقى شحال واحد في الخزانه وما ينشب لك ما يعز معاك ما يزيد. طبيعي تحب روح رياضيه داك الشيء. انا عارف، انا ركبت معكم اخويا مراد، وراه بلي ما راه صوبتي لي القعاده. مرحبا، اللي بغيتي نصوبك اخويا مراد. كيلاحظ الا كان شي ركبه طالعه ركبه هابطه ها انتم سمعتوا، سمعتوا الاخوان، دابا هاد السي مراد ديال السربه كيقدم السروجه وامي مطو محب وكيشري العود ديالو، ماشي زعما عودو حاطه في السربه. عودو حتى هو كيتبرد حتى هو، وهادشي كله حاضي مع الركاب. المهم هادو هما، شوف انا بروح رياضيه ماشي شي حاجه، فهمتي؟ اي سربه، اي سربه ندير معاك. شاف شي دري عنده السرج مايل ولا كدا يزير له، يقال رد البال مع خويا عزيز وخويا يوسف. تحياتي لك اخويا. غتعطيني معلومات كي كدير تنشي بك كتسال تنشاب. انت كتشوف انت يعني سيد ترش السناح. نعم. الترشيح كتعبر منها بالميتر ولا بالشبر. نعم. من هنا كذلك. نعم. الطولك ديالو كذلك، ومن كدير عليها دير تعبر على العظام وتحط السناح. نعم. ولا عطيني تعبر على الترشيح، على تقابيل الترشيح باش كتقب السناح في الترشيح ديالك. يعني كتكون تخبى ديالك بحال شي داير البوطه هنا والمخيط. باش مثلا ماشي الترشيح يعني هنا والسناح ديالك. لا 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 لا، ماشي مضبوط كما كيجي داك الشيء بحال اللي لابس شي كومبلي ودير البوطه، داك الشيء اسورتي. ضروري عندك شت البوطه هي هنا عندك البوطه هذه باش كتصاوب، باش كيصاوب المخيط، كيسخن المخيط ويصاوب به التنشاب. تحياتي ليك، اجي تشوف معايا التنشاب كي كينشف خويا خويا مراد. كيصاوب هاد اللعيبات بحال هادو، بحال قعادات ياك. هي بحال قعادات هادوك اصلا كيستحفظوا تاع السناح باش العظام ما العظام ما كيحكش السناح كيدبروا. برافو عليك. وهادو راه بانوا لي غير ماشي شي قعادات غلاط. لا هادو عادي، هادو لا علاقه يعني مع تاع قعاد ولا شي حاجه، هادو هي باش العظام ما كيحكش السناح. السناح القديمه جديد ديما مستحفظ ديما. هانتوما سمعتوا اخوتي، هادو دايرهم باش العظام ما يجردش السناح، يعني ماشي قعادات بحال لي بروتيجي، ما السناح ما يتحكش بالعظم. تحياتي ليك. الله يحفظك خويا. اشكرك اخويا مراد، والله يرحم لك الوالدين. وكنقولوا حتى لخويا عزيز معاك انت ومع خويا يوسف اليد في اليد، كنشكركم كاملين والله يسخر لهم كاملين، والله يتاوي خوتكم، خلينا لكم الراحه. تهلا خويا يوسف، الله يسخر لك في الوليدات اخويا يوسف، الله يرحم والديك. اشرف راه في طنجه.
قدم ليه واحد تحيه اشرف ولدك واه صافي ديديكاس لاشرف ولد خويا يوسف تحياتي لك ولدي اشرف وحنا كنصيفطوا لك ديديكاس من عند باكم من الخزانه ديالكم شكرا تحياتي لك انت وصحابك كاملين نعم اشرف جو ترى له ولا قال لا سمعتوا شنو قال قال لك زعما ولدو اشرف راه في طنجه ولكن يعقلوا مع الخزانه مسكين واه اش نقول لك ولدي شوف مره اخرى ان شاء الله يا جايتي الساعه ان شاء الله وتكون حاضر ان شاء الله اذا حياك الله الله يرحم بكم الجنه السلام عليكم يعني احنا الخدمه ديالنا بالنسبه اللي كنخدموا حنا كاستاج حنا الحداده العصريه حنا الستاج ديالنا يعني الحداده العصريه كيفاش تخدم الرجل العود كيفاش تبازي على القوائم يعني ماشي نخدم الرجل ونحكها بلا راب ومبينها يعني خصني نبازي على التوازنات التوازن ديال الرجل لان اين هي الجهه اللي غتنقص منها في الباراج اين هي اللي ما غتنقصش منها وكيفاش كتركب الشك ديال السبيحه ونتمنوا هذه الملاكه وجميع الفرسان باش يهتموا بالصابو ديال العود الله يفتح يعني التوازن ديال العود باش كيتمشى راه ماشي غير يقبط ويغير خاصو يقبط التوازن بحال دابا مثلا صباط ميديكال كيكون شي واحد كيمشي صباط كيحرقوا في رجليه كيمشي كياخذ صباط رطب اللي كيمشي به مروح هكاك التغييره اتفق معك انا هما الكلام ديال السبيحه دابا مثلا ما ماشي مشكل نخسر واحد 300 درهم على عاودي مثلا واحد صفيح الشركه كيضرب واحد المده يعني كيطولوا في المده ديالو والحبر ديال العاود كيكون مزيان ماشي بحال السبيحه العاديه يعني السبيحه العاديه راه غير بحال اللي كديباني كديباني يعني بحال دابا هذا مديباني دايرين له بحيث حفيان خصو يلعب ضروري بلي بغى يقلب عاودو يعني غنصوبوا له السبيحه ولكن راه ان شاء الله غادي يدير السبيحه العاود ديالو مزيانين هذا الله ما يكون غير خير ان شاء الله ان شاء الله غادي السبيحه مزيانه وتا العود فاش كيكونوا رجيلاتو مصوبين كيمشي بشيه من خويا راه ولد الوقت دابا هذا ماشي ان شاء الله شوف شاب يعني خصو يطور يعني ولاد الحداده العصريه مرحبا كيفاش غادي تركب على عودك نتمنى تحياتي ليك وشكرا نسلم على جميع المشاهدين ونتمنى الخير للجميع دعوا معنا الله يسخر الجميع الله يدير الخير تحياتي لكم شوف تبارك الله الخزانه ديال البربر هذه خزانه الشلوح وتحياتي للبربر وتحياتي للشلوح في العالم مرحبا اجي معنا السلام عليكم السلام تحياتي لي اخويا لاباد يا اخي صحه العائله ماشي بخير الله يحفظك مرحبا ديال الامور الله يرحم بك 23 مرحبا والف مرحبا الله يترحب بك الجنه الله يحفظك كبيره راه كاينه دابا شي 60 فرقه اللي تقريبا انتم مسجله انتم الاخوان سمعتوا هذا الاخ بحكم هو ولد تيسا ومربي الخيول وميم طون مع جمعيات ديال هاد الخيول وتحياتي للرئيس وتحياتي لولدو عبد المولى وتحياتي للناس ديال تيسا واحد واحد قول لي ان شاء الله نهار 21 انتم سمعتوا باش يكون في العلم ديالكم حيت بزاف د الاخوان تيقول لك يكون شي موسم خبرنا هو الاخ قال لكم في المباشر تيسا وكينجرزي في السيمانه الجايه راه غادي بالدياج وغادي حسن كريات ان شاء الله تحياتي للسي عبد الملك بالدياج وتحياتي للوليدات ديالو المجموعه ديالو كامله الله يحفظكم ياك الامور مزيان الله يحفظك حتى الله خويا مبروكه الله يفتح عليك شكرا اهلا اهلا خير خويا تحياتي لكم تحياتي لكم هذو الناس المحبين للخيول والمربين للخيول تحياتي لكم مرحبا بكم اخوتي مرحبا مرحبا الله يسلمكم اينما كنتم اليوم رحنا مع واحد الاسطوره هو هذا حدانا بحال فانا وعزيز علينا تبارك الله بواردي وبغيت نناقش مع واحد الامور وبغيت نشاهدها معكم الاخوان وتحياتي لكم مرحبا بك الوالي سيدي تبارك الله عليكم متشرفين بكم على مسيرة الملك تعالى عطينا بعدا الاسم ديالكم وقسمنا القبيلة ديالك باش نعرفوا المشاهدين سي احمد ماشا دائرة تيسا عمل التوناس عم قبائل حيينا تحياتي لقبائل حيينا قبائل حيينا والتاريخ ديال البارود عندنا حنا من 45 حنا عندنا ام الخيول تيسا هي ام الخيول تما تربوا الخيول تما تربوا داك الشيء نعم العود راه عنده واحد الشروط كبيره العود اذا كان عندك كتحسب اكثر من الدار كامله الا خطاك العود مابقاش عندك الدنيا الشخص اللي ما كنقلبوا عليه ما بغينا كنقلبوا عند النشاط وكنقلبوا عند المجال نقعدوا معاها كنشرفوا السي عبد العالي اللي كيسرح فينا والله شرف ليا نكون حداك انا هنايا واللي عندي واحد الشرف كبير اذا كان حدايا السي عبد العالي كيتصنت ليا
مشينا لدار السلام، مشينا للجديده، مشينا للوزنيقه، مشينا لجامع المغرب، خرجنا من البحر لهيه ما مشيناش. دابا تمشي ان شاء الله، ان شاء الله تجي شي مباراه في قطر ولا في شي بلاصه ولا في اوروبا تمشي على شي بلاصه. نعم السيد درناه مدينه مدينه وموسم موسم جاننا الحمد لله عليه الحمد والشكر. كنطلب هذا الصحه والبصر والدم الكبير اللي خطي علينا. علي خطيك الوليد وشرف لي نكون معك. وهذا الاخ هذا راه تا هو خونا وحبيبنا وبوه باردي وهو مولوع حق المعرفة ما كاينش مزاح. تحياتي لك اخويا، كي جاك الموسم ديال عين الشقاق والله كنشرفوا داك الشيء مزيان الحمد لله، كنشرفوا الاسم ديالي الوكيلي عبد الله. تحياتي لك اخويا الوكيلي حتى هو مليون تبارك الله، حنا كلنا مليون كبير بصغير تبارك الله، شرف لينا لهذا الموسم وهذا الناس تبارك الله عندك ما تقول فيهم. عمرهم عمرهم اللي فيها هما الناس كيعرفوا. سي عزيز ولد عمك هو سي عزيز ولد عمك، راه شريت منه جدع صح معايا، راه دار معايا البيع وشراء خاص. ولكن المليح هو قصر الطف معنا سي عزيز. هذا الاخ عزيز راه كيولد عنده العودات وكيولد، وراه شريت منه واحد جدع ان شاء الله غنولي نشري منه جدع اخر ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله، الله يسخر له الله يسخر. تحياتي ليك الله يحفظك الله، وتحياتي لك انت وتحياتي للوالد ديالك، تحياتي لك الوالد وشرف لي نكون معاكم. الله يدير الخير.